سلامتنا تبتحكم تريم وقرم دقكم برنامجنا التابع لكم حيثما الطابلة التلفزيون إريتريا عندت ليكو أخبار قدم كلكم وكما المدى سلف لأبي الرسم رئيس إسياس فريق عجلات إريتريا كبتم عواد ديراجي شنكوت كادم ترد جبي أقدم حليل عن سباق العمرف اللي كانت قدمت يمسكو بالكونغو مشاكل إنساني السبب محمود عباس ستات سلام حداس قدم بوك حرام حديث هجومات ودم أرسل أخبار تابعت أنحكم زي ديب تفاصيلهم ريسيسياس أفوركي إتي شامبيون بيقر عجلات أفريقا كل ألف وعصر وسمان لشاركو كل درجات عوتيتات عبل سجلو مجاكرة فريق وطني بيقر عجلات إريتريا يوم قدم الزهر ديوان حكومة كبتهم وأثنيتهم تم ناسبة ريسيسياس قل كلهم عوتي لسرقو مجاكرة ومدربينو ما سنايكم حقو لبيلا إتي إريتريا لهاللي تخزنت ما شبابات قوت ريادة عبايكم تحقو لشارحا بواجب شك أبا من قبيب درجة علم أو تيتات عباي قل تسجلكم سلك أدر شرحان مفوض عادات وريادة سفير زمدة تخلب ترتو إريتريا تلنا يوم عامد شامبيون وجقر عجلات أفريقا إذا حدايث شبابات لتبنى فريق مشاركة تتلحبر لتسجلت في قريت مستقبل بارح جقر عجلات عدنا لودحكم سلتو أتمرام فريق وطني جقر عجلات إريتريا أقدى شوارع مدينة أسمراما بشعاب كبتي قالو من يوم 14 كعصر 8 فبراير التكيغا لرواندا دي بلقبا شامبيون جيقر عجلات افريقا لشاركة فريق وطن عجلات اريتريا عصرنا يذهب حمس فدت وحمس نحاس لتركب التوب عامة عسرة ميداليات نسأم اتراس اجنيت واول دانسات مدرت لجر لا تصنح عواد دي رايقل شنكوت لقب جهد فقري تقل تتركب منه جد حبرنا كلهم لخص السما جهزت قل أكدوت لأما ما حديث أقبل متنزام آتك مثل هلا وزيرة عافية أمينة نور حسين شرحت اليوم 10 فبراير ات مدينة بارنتو دي بالغة باجتماع وزيرة أمينة لمتنزام أقدا بمرعيت وزارة عافية عمل ودمانة اجتماعية ومحبر وطن أول دانسات إريتريا لتوجهت قبي ات أقاليم بمرحيت إدارات ومشاركة لتفناتي وزارات ومحابر قلب باكم سلتم ودحتا هدف لبرنامج كش باوالد انسات هداي سنة قدام لي بتحيا ند انكر وبعد عواد دنقر ندبدا عافيه مواطنين قل هاد منتكم سلتو تشرحيني قل لا بين بين لتشك قالوا لا تصنحا ما يحبر برنامج اند تسدتا ما يحبر فعاليات وفقري تقل اكدوتكم سلتو ودهاد اتا مناسبة عواد دي راقل شنكوت لقاجد فقري تو متاكل بخصص توضح لتقدم دي بهلا هقل ستوت لهلا ما يحبر شغل بخصص تشكل واهداف تركيز اندقاب توساك توضح تقدمه مدير عام قسم قدامات اجتماعية أقليم غاش باركا سيد فرانكو كبابا بترتو لبرنامج قل السرقل إدارة الأقليم أما سبالكم سالت قدم دا شارحا كل التورات لشاركة وأجهزة دورو قل أدك أطلاقام حكم أقليم غاش باركا سيد فسيا هاي لهين عواد دير راي قل شنكوت أسكلا لقا أجهد وفقاريتو للات نايت من ماتو تعرف لهلا وكأي لكن بزح سبتو متمطور لفزعات وفهم قل عبيوت للسرقل قادم قل أبعاني التعوادي دير راي لشارك وانفار بقبي قانونية للت سيحة بوتيلل قل اتكم سلوجب واتمران ات اقدام حليل عن سبا عقم ان تشكا قل عمروتو بواسع قل تقدم له حاكم مقليم عن سبا السيد علي محمود ات دوارات لهلا ارزاق ومقدرة قل رئيت مديرية هبرو زيارة التوداء التأينة التو متفاقة تتقدمام رزوق أرزاق ما يوتبت تربت لبو أقدام حليل عن سبب بنية تحتية نايم اسمان دات بنية تلوق العمارة ثم تحسر زايد دات هي بيق اللي تقدم وقلكم سلو أجيب لشارح السيد علي أت دوارات فيزا أنبوت لها لا شقية عقم ما بقس وقلك باكم قدر ندا شارحة قدم آتحين كرم قلت مملة ورات قلت شافك تفانا مدير عام قسم حرس وأراد أقليم عن سبا سيد بحتة تدروسية قدم الله بنية لعالة بنية تحتية ناي حرس أت دوارات فيزا حمس هكتار ليت على عمركم سل على ديب شرح لبرنامج قل اللي اتمت هكتار قل وقالو تل اما ما كم سلتو ما ودحام السيد بهتا بتوسا كم بلا بمشروع فيزا لتعمر له الاراضي بجاز بيت قل لتعمر لقدر 14 هكتار كم سل هلا عند حبرات وراتات حرس برورام لي على حرستو دواراتهم له الارزاق بوندة نفع وقل عمرو منابرتهم قل اسمه فانان
فرع وزارة التعليم أقليم قبلت مثل فرع وزارة عافية المتعاون من مديريات ماي منا عبد خالق من حيلي عرزة دباروة ومن دفرة المتعو 158 فارو اتمرعيت عافية بعمت اتأول ايت راديت هين بفنتوي لركزات ايه الهبا التامن يوم عصر سسا زك عصر سمان فبراير مدينة من دفرة لتهيبة محاضرة التأهيل بخصوص الدرسة قل سادف لقدر حمامات ومدرسين ومربين قل تقبالت قدر اول ايت راديت لركزات تعليم بمعمرات كربا مدرسين متمطور دراسة تم أكاديمية خفيف مشاكل عافية قل سادف ومدرسة لسد بأبصار ومعضرة اول ايت راديت كم سالما مدارس قل لقبال وجبو مدالة بتفاصيل لشرح حول مهمرت ناي فكر وقرب عافية دراسة مدرسين دا تفرقا لا تعد حز السداية قل تقبا أهمية زايدت كم سال تعفهمو لا قلو راك بو درس مشاكل عافية دراسة هم قل فرقوت وأول ايت راديت قل تقبا أقلم مهم كم سالتو ما شرحو مسؤول فرع وزارة التعليم أقليم قبلت ممهر هب تزقي كيدان التاسمع كلمة لتاهيلة برنامج درسة وأدرسوت لابو أهمية زيادة كم سلبون دا شارحة مشتركت عافية درسة هم أقل الحفظو متحصار قل لك دمو مسيد كم سلت كبير تما تامرا لكن عندها لا أتمدين من دفرة ودك كم حرق الإدارة ومارحية مدارس كم سلهم أهمية لتمقارحة تعليم لخصص تاهيلات قل متوى 97 مدرسين وأنفار مكاتب كم سلت هيبة علاقات عامة وزارة التعليم أقليم قبلت أفهمام قديمة منادلة ألم عقبة ميكائيل قبسة بسادة في أحمام أتسسة وحتى من عمره أت يوم عصر سمان فبراير أستشهدت أتورح مارس 1957 قوات شعبية تحرير إريتريا لتحابرت منادلة ألم سلف ديش قتال حقه قسم استعلامات اسكامع الحرية حقو حرية هنا اتبع المز بوستات واتسالات اتخطط مدني اتخطط جو اريتريا واتادارة مكرية ايرات بالوطنة والشعب مسبل كدمة محر بايتا شهيدة منادلة علم عقبة ميكائيل بعال فرع وام سبع ولاتا عدد قبرها يوم عسرة وكل فبراير ساعة 4 العصر ات مقابر محر بات اسمرا قلت اتمنتم إدارة مكرية إيارات أسمرة ووزارة اتصالات مواصلات باستشهاد قديمة منادلة ألم عقبة ميكائيل لسمع يوم حزن دي بشرحه قل عائلته ومشاقيته إيمان وصبر لهبكم لبلون حسام الطابلتنا حق والله ما تعديت موسيقى حج أرهي أخبار كاريج أتى جمهورية كونغو بسبب لا خلقة لها ليت حالتي مسكوبة تتوقت قروب مشاكل إنسانية تقل تجرى كمسال تقدر من نظمة من الاسكران حزرت بسبب لا ديباق ليم تانغانيكا بتلو لي قبل هلا نعار قبائل زياد 630,000 من سكان كمسال تشعتر ولا شرحت لما نظمت ما تشعترت بمقادعة أساسية يتقلبات قدو عام كمسال هلا وافهمت من نظمة من الاسكران حتى منا بدرجة علم العابة ما تشعتر لترأتا جمهورية كونغو لتندت سداية إنسانية لتحتتكم سلطات أمرت اللي كنا عندها لا تعد حدا يسول لحم حشمة لتنظم وثبت هلو لقب هلا نعار زيادة قل التلالك مثل كادرما ما طابلتنا إلى دوار فرهتهم شرحوا أت جمهورية كونغو قل سنين لا تلالا نعار زيادة 4.5 مليون نفر من مساك ومكم سلط شعتروا تقارير لا تأمرهم رئيس إدارة فلسطين محمود عباس حديث الدنيا وعلى هدق سلام مقباي مفقار صحيت كفلتنا إلا سنة تقلق بأليكا قدمها رئيس عباس قل ما نزمت من السكران تقدم حديث ستة سلام لم يجلس بحدايس الدنيا يسب مقب بل مشاركة أمريكا قل هدق سلام إسرائيل وفلسطين بدقمان قل لهم بتولد فانم إسرائيل ورار اتودي قل هدق سلام تعانا قفوك بسلط أنحت لشرح رئيس عباس ما نزمت من السكران ترس مصدر من إيناس أسف وشرحه إدارة رئيس ترامب قل القدس كمثل عاصمة دولة إسرائيل رسمي كتحق ولهبت إدارة فلسطين قل أمريكا كمثل بعل مقبة هدك سلام مقبع مفقار صحي كمثل يتر إيادي بشرح تسعان حتى لكن عندها لا سفيرة أمريكا دي منظمة من الإسكران نيكي هيلي أمريكا هدك سلام مقبع مفقار صحي قل الحسوسة دولية كمثل دي بتحبر إدارة فلسطين مدالي تقل تأكد لاكيد إسرائيل السنة 1967 بورار من تبطت أراد فلسطين حسس 100,000 إسرائيلي اتكلمت وسلاسة برا من قانون لا تمحضروا التوكم سل نبرو تقارير لأفهمهم كاقدم حيسام طابلتنا أخبار دي بالله تعمل مهلا مثل لا تعرف لها لبرام بيات ما نحاتك